السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي قناة تعليمية مدرسة شادلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا صفحة 190 من كتاب فرونسي براتيك المستوى السادس ابتدائي. لازلنا نواصل مع أسبوع التقويم والدعم، وكان عندنا أورتوغراف كملنا منه في الصفحة السابقة ديال 189. كملنا منه هذا التمرين هذا أونتوغ لو غوب نومينال سوجي كونفونابل، مناسب الفاعل المناسب، لما نزول مباشرة لليكسيك. ليكسيك فيها إيفالياسيون بطبيعة الحال التقويم. قالك أسوسي لي مو دو سونس كونتخير، ربط الكلمات اللي عندهم معنى متضاد، يعني تربط الكلمة والضد ديالها. واضح؟ هنا عندنا ريفوزي، رفض، رفض الضد ديالها هو أكسبتي، هي قبيلة، رفض قبيلة. هنا بريزونس، لا بريزونس يعني الحضور. إذن لا بريزونس الضد ديالو هو لابسونس، الغياب، الحضور، الغياب. واضح؟ ثم عندنا سكوشي، نام، بحال مشى ينعس. سكوشي الضد ديالها هو سولوفي، يعني فاق من الناس، نعس او فاق من الناس. ثم عندنا دوسو، دوسو يعني يعني فوق، دوسو. وعندنا دوسو، سو هي تحت، دوسو دوسو فوق تحت. دوسو بحال كتقول سو تحت، دوسو بحال كتقول سور فوق. هنا لونتمون ببطء، وهنا الضد ديالها هو بسرعه، رابيدمون. واضح؟ نمر الآن السؤال الموالي. السؤال الموالي شنو فيه؟ قالك اكري، اكتب ضد لونتونيم دي مو سويفون، اكتب ضد ديال الكلمات التاليه. فيفون يعني حي، عايش، الضد ديالها هو مار، مار. لو بلو الاكثر، الاقل، شنو الضد ديالها هو لو موان، الاكثر الاقل. لو بلو لو موان. هنا بوسيبل نزيدو لها معروف الضد ديالها، كنزيدو لها ان بريفيكس ام، كتولي الضد ديالها امبوسيبل. بوسيبل هي ممكن، امبوسيبل هي المستحيل، ممكن مستحيل. ابيي نزيدو لها ثاني بريفيكس باش تولي الضد ديالها. ابيي هي البس، ديزابيي هي تعرى، ديزابيي ديزابيي تعرى. واضح؟ ثم عندنا سافوار، سافوار عالمة، ما عرفش، إنيوري مثلا لا يعلم، إنيوري. هنا لا جوا الفرح، الحزن لا تريستيس، لا تريستيس شخص حزين كنقولو تريست. اذا لا جوا دي ديالها هي لا تريستيس، الحزن. كونتون تقول لا تزيد على بريفيكس، تقول مي كونتون، مي كونتون. تقدر تقول تريست ثاني ايضا. ليزيبل تزيد لها ثاني بريفيكس، ليزيبل هي بعدا كونتون هي فرح سعيد، مي كونتون غير سعيد حزين. ليزيبل هي مقروء، مثلا شي واحد عنده خط مقروء، خط واضح. شي واحد عنده خط غير مقروء كنقولوا له الليزيبل، بحال كتزيد له هاد اي ال، كتزيدها على هاد اي ليزيبل، يعني غير مقروء. وهذه ديما انتبهوا منها، لك الخط ديالكم غير مقروء راه يشطب عليه الاستاذ ويدير لك صفر، يعني ديما حاول تحسن الخط ديالك. نشوفوا السؤال الموالي، هو السؤال رقم 3. شوفوا شنو مطلوب منا في هذا السؤال. قالك انديك، قالك حدد لينا سكو ديزين، شنو كتبين لينا شاك جروب دو مو، كل مجموعه ديال هاد جروب دو مو، يعني مجموعه اسم ديال الكلمات، جوج كلمات او ثلاثه، جروب دو مو اون كوشون لا بون كاز، تعلم نعلمو الخانه المناسبه. هنا شنو عندنا؟ ليكسيك دي فاكونس، يعني المفردات او المعجم اللي عنده علاقه بالعطله. هنا ديكريغ اون بيرسون، يعني الكلمات اللي كتوصف لينا شخص.
ديكريغ ان انيمال الكلمات اللي كتوصف لينا حيوان. اذا عقله هنا العطال، هنا شخص، هنا حيوان. اذا غروس بات، واش بات هادو غنقولوها رجلين بحال كتقول عنده لي بات. لي بات ما كنقولوش البنادم، البنادم كنقولوا لي بي. لي بات كتكون ديال الحيوان، عنده رجلين كرعين، بحال نقول كرعين ما نقولش رجلين لان رجلين ديال الانسان، بحال هادو الكراوع كبار. هو حيوان انيمال، وصف ديال الحيوان. فواياجي عندها علاقه بالعطله، لي فاكونس. تابعوا معايا مثلا ان اسبري اوفير، يعني اسبري اوفير يعني منفتح على الاخر، يعني كيتقبل الاخر ماشي معصب ومعقد. اسبري اوفير هو وصف ديال شي شخص. اربيفور، هاد اربيفور هي عاشب. اربيفور علاش كنقولوا اربيفور؟ لان جايه من لارب، عقل لارب. لارب شنو هو؟ العشب. اربيفور هو عاشب، وهذا وصف ديال حيوان، كنقولوا حيوان عاشب بحال الارنب، هو حيوان عاشب. هنا سيمباتيك اي موديست، سيمباتيك يعني ظريف، موديست متواضع. اذا شكون هذا؟ وصف ديال شخص، وصف ديال انسان. ديكريغ اون بيرسون. انا مثلا فيروس متوحش، واش نقولوا على انسان؟ طبعا حال نقولوها على حيوان. فيروس هو متوحش، هو حيوان. هنا مونيمون هيستوريك، المآثر التاريخية، راه بطبيعة الحال عندها علاقة بالعطلة بالسفر. واضح؟ نمر الآن السؤال الموالي. السؤال الموالي شنو فيه؟ قال لك كومبليت باغ، أتمم هذا الفراغ هذا، نكملو بهذه الكلمات هذو. كو، اش كتعني كو؟ كو إما غتعني ديل، لا كو مثلا، لا كو دو رونار، ديل ديال الثعلب. إما كتعني لا كو يعني شاد الصف. Je fais la queue devant la banque. كندير الصف قدام البنكة. أو مثلا عقلت مثلا كومير. علاش كنقولوا كومير؟ حيت في الاستعمار الفرنسي هذا شحال كانت مثلا كتقول لك كيمشيو مثلا يشدوا هذا الخبز، ذاك الكومير الطويل، شنو كيقول لهم؟ يقول لهم كو او مور. الفرنساويين كيقول لهم كو او مور، يعني شدوا الصف ولصقوا مع الحيط. فهمت؟ لصقوا مع كو او مور، يعني الصف مع الحيط. كو او مور تما بقاو سماوها الكومير، الكومير، الكومير. واضح؟ إذا إما تعني الصف أو كتعني الديل. هنا جينيرو يعني كريم، شي واحد جينيرو، كريم سخي. العكس ديالها أفار، شي واحد بخيل. إترونجي يعني في الخارج، أرض الوطن. إترونجي هو الخارج، إذا تخرج من المغرب. دي شاتو دو سابل، هما دوك القصور ديال الرمال، كيداروا مثلا في لابلاج، كيمشيو الدراري لابلاج كيديروا قصور من الرمال. واضح؟ هنا جيم فواياجي ا، عم كتب لك هاد الابوستروف يعني راه كاينه فويال موراها. فين هي اللي باديه بفويال؟ هي هادي، راه باينه يكون هادي. جيم فواياجي ا ليترونجي، احب السفر الى الخارج. ا ليترونجي خارج المغرب. كار جادور، لانني اعشق. انا لو فيرب ادورير اكثر من لو فيرب ايمي، اعشق اكثر من احب. جادور اعشق اكتشاف، ديكوفرير les cultures des autres pays. ثقافات البلدان الاخرى. هنا notre voisin جارديان est un homme qui est un homme. شنو عندنا هنا الوصف ديال الرجل؟ هي جينيرو، كريم. كاين كريم سخي، جارنا شخص كريم. هنا à la mer يعني في البحر. les enfants adorent faire quoi. واش كيدير faire la queue؟ لا ما يديروا الصف في البحر. اذا faire des châteaux de sable، يديروا قصور من الرمال. دي شاتو دو ساب يعني في البحر، الدراري كيبغيو يديروا قصور من الرمال. هنا لو لابان، الارنب، ان بوتيت، عنده شي حاجه صغيره. ان بوتيت كو، عنده ديل صغير. ان بوتيت كو روند، ديل صغير ودائري مدور. واضح؟ هكا كملنا الصفحه ديالنا 190 الى اللقاء.